حلوه المراوغه تاع ايجي بيتي وتحصل على مخالفه ضد النجم الرياضي بابن خليل. حاول يستغل هالوضعيه لصالحه منذ انطلاق اللقاء، وجوبيتر من بعيد يسدد والحارس محمد الصفيقسي يتصدى على مارتين. بعد هالفرصه في خلق الهجومات وكان ان يعادل النتيجه اثر مخالفه، لكن تسديده جوبيتر الراسيه يسدد لها الحارس على الخط النهائي للمرمى في تتجسم بعد حوالي ربع ساعة لعب، أي في حدود الدقيقة 61، أثر هجوم معاكس من الجهة اليمنى وتوزيعة يستغلها جوبيتر هدف يعدل به الكفر صالح فريقه. هدف كان كافي للضيوف للعودة بنقطة ثمينة أمام منافس في حاجة لنسيان مرارة انسحابه من مسابقة الكأس. سامي شكشوك يدخل تحت الناس، قص من خالد بدر، جوبيتر باهية قاسم اسكندر الحاج قاسم توصل الكورة بعد الحسين خالد بدرة توزيع وفما حد ترجع الكورة مرة أخرى ترجع في وسط الميدان اسكندر بن مشبور إيف جوبيتر جوبيتر كسيرة مع سكت الفريق كالعادة شكرا تنفيذا للكرة الثالثة عن طريق تيمي محاصرة لصيقة لإيف جوبيتر وما يخليه مارا لإسكندر الحشقاس إيف جوبيتر تابع في عن طريق تيمي إيف جوبيتر حلوة للترويج ومواصلة الضايع وهذا هجوم النجم الخلادي خطير الهجوم إسكندر بن مشبورة قدامه طارق العبيدي يبعد على طارق العبيدي يرفع الكرة هدف ثاني هدف ثاني من إسكندر بن مشبورة هدف ثاني من اسكندر بن مشبور لان الكره بدون جوده الخط وايف جوبيتر كانت مهمته انه كمل الكره الاكثر الهدف من اسكندر بن مشبور اتشاهدوا الام عليا هذه فرحه احباء النجم الخلادي شكرا سي الحاج سليمان كل زملائنا الفنيين التقنيين المصورين اللي امنوا هذا اللقب المباشر اسكندر بن مشبور يبعد على طارق العبيدي باليمين تضرب الكره ما تتجاوزش الخط من زاوية أخرى إيف جوبيتر هو اللي كمل العملية هاي من زاوية أخرى اسكندر بن مشبورة يبعد على طارق العبيدي تضرب الكرة في عصر لتيمي وإيف جوبيتر يكمل العملية 2-0 للنجم الرياضي الخلادي إيف جوبيتر يتابع في عصر لتيمي شو يعمل إيف جوبيتر بالكرة إيف جوبيتر قدامه عصر لتيمي يحاول لا يتجاوز يتجاوز بالفعل في مناطق الأولمبي للنقل جوبيتر يرفع الكرة اسكندر بن مشبورة وفرصة هدف ثالث
أشار المدرب خالد بن ساسي قبل التغيير بعد ما شعر ببعض الأوجاع، والفرصة اللي تحصل عليها اسكندر بن مجبورة. حمادي عمارة جاء إيف جوبيتير قدام محمد الثاني، سريع إيف جوبيتير، سريع إيف جوبيتير، خطيرة العملية، خطيرة، واختار الحل الفردي فوق المرمى. سليم الهاني على اليسار قبل الكرة، إيف جوبيتير اختار الحل الفردي والكرة كانت لتسمح له بالمشاركة في تظاهرة دولية. دون فتر جس النظر الفريق المحلي يلعب الهجوم، 7 دقائق هجوم يقوده جوبيتير لأيوب السبع، 14 دقيقة عملية أخرى لزملاء سليم الهاني، تمريرة من شابشوك لجوبيتير اللي يراوغ بطريقة فنية وصوب جانبي. عودة في النتيجة، وبالفعل كان ذلك دقيقة 44 بعد تمريرة من أيوب السبع لجوبيتير اللي صوب يسجل هدف التعادل والخامس ليه في البطولة. وأصبحنا نشاهد فريق يهاجم وفريق يدافع. 64 دقيقة توزيع من شبشوك وتمهيد من جوبيتير لحمادي عمارة يصوب جانبي. مجدي بن محمد يرفع الكرة مباشرة لجوبيتير يروض ويسجل الهدف، هذه الإعادة لهدف الكاميروني في مرمى اليزيد. هدف هديف من الدقائق الأولى، والحارس أيمن زيدان يتدخل ويحط الكرة في الركنية. العملية تتواصل، سامي شبشوب ينفذ الركنية، جوبيتير ما يتركش الفرصة تمر ويفتتح النتيجة لبني خلاد بعد 7 دقائق لعب. هدف لصفر، أسبقية بحث على تدعيمها النجم الخلادي ومحاولة شوشان يتصدى لها الحارس. ثم مجدي بن محمد على إثر التوزيع.